على الموجة سوا إلى فقرة ترابك ذهب. الربيع الحلو بورود وبأزهار وبالشتول الحلوة يلي بتعطينا هيك لون حلو فرح حلو بهالطبيعة، وفي وما في أجمل من وردة البيت كمان الأم يلي بتعطينا الحياة وبتعطينا البسمة والحنان وكل الحب يلي بتغمرنا فيه كل حياتنا. اليوم بهالحلقة الخاصة من ترابك ذهب بيعيد الأم منا لإلك أحلى وردة، أحلى شتلة بالأحرى، جاردينيا أو ورد، شتلة ورد أنت بتختاريها، مع ضيفي الخبير الزراعي مروان حيدر. أهلا وسهلا فيك مروان. بونجور مدام سيدي، من عيد حضرتك، من عيد كل الأمهات، منصلي للي عم بيشوفونا من فوق، واكيد الله يعطي العمر الطويل يلي موجودين معنا. اكيد اليوم هيك حبيت كمان تعيد المستمعين والمستمعات بهالحلقه الخاصه. اليوم اللي رح يتصلوا فينا يمكن يطرحوا عليك اسئله، لانه كتير في امهات بيوصلن شتول وورود بحبوا يعتنوا فيها ويخلوها على مدى طويل، كيف وكيف الطريقه. وكمان بدنا نقول سيدات أو حتى مين ما كان اتصل فينا اليوم رح ينزل اسمه بالقرعة، وبالختام رح نختار 20 اسم رح تربحوا، أو ما رح نقول تربحوا، هي شتلة هيك حبيت تقدمها اليوم من بيت الزراعة، حبيت تقدم هيك شتلة للأمهات اللي رح يربحوا معنا. وبدنا نرجع نقول أنه بالاختيار رح يكون بالقرعة لـ20 شخص رابح فيهم يستلمون من اليوم على مدى جمعة مزبوع. صحيح. أوكي؟ صحيح. هلأ شايفي ورود حلوة كتير بألوانها قدامك، تعرفي ما في وردة غير ما بتعيش عشرات سنين، ما في وردة بيطلب مي 100%. الله يرحم ملحم بركات. هالورد إذا ما اهتمينا فيه مثل ما الغنية بتقول بده يروح، فمشان هيك دائما بيجينا هدايا ورد أوقات منحطها ومننسيها. هالوردة أو الجاردينيا أو أي نوع شتول إذا ما عطيناهن اهتمام حينتزعوا. لا، إذا لقيناهن عم بيتعبوا ولحقناهن نقدر إنه نرجع نعيشهن ويرجعوا يصيروا بصحة جيدة. بس إذا كان قطع وقت كتير طويل، مثلا إذا إجى عليهم مرض فطري ونسيناهن وما انتبهنا لهم، حتموت الشتلة. إذا إجى عليهم من مثلا هالزهرة اللي نشوفها زهرة كتير حلوة بس معقولة كتير، رح شيلها من الفوق. هيدي ورد، هي وردة صح؟ أوكي. حيكون على قفا الورق بيكون عليها من ما مننتبه لهم. ليه؟ لأن نحن نطلع بالوردة قدامنا، دائما بدنا نطلع بقفا الورقة قفا الشتلة نطلع عليها هيك، إذا في من لازم نتدخل ونرش. إذا على الورقة عاملة بيضة، هون عم بحكي تحديدا عن الورد، الورد بيجي عليه رمد، إذا على الورق جاي عليها رمد متجي على أي صيدلية زراعية نطلب دواء للرمد، أو ناخد الورقة ونفرجيها للشخص الموجود جوا وبيعطينا دواء. الدواء اللي بيعطينا إياه هي عبارة عن دواء لما نذوب مي ونرشه بيعمل حرارة جامدة على فترة طويلة، يعني temperature constant، بتعطيه حرارة بتعزلها عن حرارة برا، ما بقى تتأثر بالشوب والسقعة تتعمل رمد. وزيت الشيء أهم شيء، بس بدنا نسقي ما نرش مي على الورق بس يكون في شمس. إذا حابين نعملها نغسلها بتكون من عشية، ودايما سقية بدها تكون على التراب دغري والصبح مش عشية. هلأ يعني هودي الشروط أول ما نتلقى الوردة نشوف كيف وراءها. هلأ رح فوت شوي معك بتفاصيل، بس بدي أقول للأصدقاء المشاهدين والمستمعين فقط رح أخد اتصالات، وفيكم تتصلوا على الواتساب أو على أرقام صوت لبنان فقط لحتى تدخلوا بهيك، إذا فينا نقول لحتى نختار آخر شيء 20 شخص، على أرقام صوت لبنان على 01-325-35 أو على 76-611-03 أو 05. الواتساب كول فقط على 76-611-01. فينا نطلع الرقم للأربعين؟ شو؟ ما عم نعمل مزيد؟ حلو حلو، يلا 40. مرسي مروان. كل شتلة رح ياخدوها رح نعطيهم الفيتامينات تبعوله، هيك ما بيتكلفوا يجوا يجيبوا فيتامينات، بيكون هالفيتامين على القليلة لسنة لقدام يلي بحاجة لقلو النبتة، بيكون مطمن باله انه هالنبتة حتكون كتير. فاذا 40 صاروا، والله يستر هلا بسياق الحلقة. يعني مشكور اكيد وبيت الزراعة مقصر. شكرا لك مروان على هالجست الحلوة للامهات اليوم، بتفرح قلوبهم عن جد. خلينا ناخد الاتصال. يا الو، احنا عم نسمع. الو، اهلا
أهلا صباح الخير، يعطيك العافية. أهلا فيكي. ينعاد عليك يا ست سيدي، وينعاد على كل أمهات لبنان والعالم. مين معي؟ بدي أسأل مدام حيدر، بدي منى. الاسم الصغير. منى حيدر. منى حيدر، تفضلي. بس بدي أسأل المسيو، عندي شتلة حامض كبيرة، يعني هي ببرميل كبير مليان. نقطع الاتصال يعني على وبحط لها دواء يعني، بحط لها فيتامين، ما بعرف شو قصتها يعني. هذيك المرة صوتها وبعت لكم اياها، ما يمكن ما شفتوها. هي بس عم بتهر، هي قالت مليانة وقطع الاتصال. ايه انقطع عم بتهر الاتصال، يعني؟ شو مشكلتها؟ عم بتهر؟ إيه لا لا، الوراق، وراق الخضر ملفلفين هيك، ملفلفين كتير، بس مليانة زهر. اوكي، بس تلف ورقة الحمضيات بيكون فيها نعم. حشرة اسمها دودي خياطة. هالدودي الخياطة لما تكون عم نرشها، عادة بنرش دواء بيقتل الذكور، بس يقتل الذكور ببطل فيه توالد، وبهالطريقة بنكون نحن قضينا على حشرة الدود الخياطة، لأنه هي بتفوت بقلب الورقة وبتخيط بقلبها وبتاكل من قلبها. فمشان هيك لما نرشها نحن، بس بدنا نرش هون، بس تبين هاللفة، بدنا نرش كل جمعة مرة على 3 مرات لحتى نقضي على هيدي القفة. تلقائيا منى يعني نحط اسمك اكيد، وبالختام مثل ما قلت بيطلع لها دواء كمان دودي خياطة كده كمان كرما في قربي منى حيدر يعني. كمان من العائلة حيدر يعني، لازم كنت تقربني. بدي ارجع معك لموضوع الوردي. نعم. ما بيسوى نترك الوردي بي يعني، نحن انت حاططها هلا بامبلاج، عشان هيك شلتها انا. ايه ما بيسوى نتركها. هلا في شغله، اذا الامبلاج نازل من تحت، ايه المي حتضلها مجمعه، حيصير عندنا عفونه على مستوى الجذور، يعني اذا شلتها هيك ما رح يجوا الدنيا. هيدا التراب مشيلها مثل قالب الجاتو، هالمي اذا ضلت عليها من جوا حتعمل عفونه. واذا بتشوفي مدام سيدي في نقط بيض، هالنقط البيض هن نوع اسمه بيرلايت. البيرلايت هو نوع مثل الفلين بيجمع المي، ريتونتيسور دو لو، بيصير الشلش ما عم بيعفين، بس عليه رطوبه من ورا البيرلايت، بس ما في مي ما بيعفين. فبهالطريقه بنكون نحن عم نعمل شغله كثير مهمه، المي نسقيها اقل لانه موجود المي فيها، بنحطها محل الوردي نص شمس نص شوب، نص شمس نص ضو، لحتى تضاين اكثر واكثر. فينا اكيد نحطها محل شمس على طول، بس اذا ورد مثل هالاصناف حطيناها نص شمس ونص نور نكسبها اكثر، وطريقه سقايه اقل. وبس حبيت اقول نحن بنسقي الصبح لتتحمل الشوب كل النهار، كل النهار. اذا سقينا عشيه وكان في ندي كانه نقعناها للشتله بالمي، بيقدر تعمل لها امراض فطريه. والاهم مش على الورده، اهم شيء ما ندريش على الورده. يلا اتصالات. الو الو اهلا. الو اهلا. في احكي مع مسيو مروان؟ اكيد، بس انا بدي اول شيء بدي عايدي. مرسي. شو الاسم؟ وانت كمان مرسي. شو الاسم؟ دولي غالب. يلا تفضلي يا دولي. بدي اساله على الجردينيا. نعم. زرعت وحده بس يبست، كيف الطريقه تنزرع وايمتى؟ نعم، زرعتيها يعني جبتي جردينيا من محل وزرعتيها او قصيتي وشكيتي؟ من عند اصحابي. اوكي. هلا اول شيء بس بدك تنقلي الجردينيا مثل نعم. ما شلنا هيدا التراب هيك بده يطلع كله سوا، ما بدنا نهر التراب عن الشلش، هي اول شغله بتاذي الجردينيا. انا قصيتها 100%، مش هيك عم بقول لك. ايه. والتربه اللي بدها تكون، بدك تحطي تيرو مع تراب مع سماد عضوي، بتخلطيهم تلت بتلت بتلت وبتحطيهم او بتيرو على الحل، لانه الجردينيا شتله بتحب الفي وبدها ارض اسيد، التيرو هو تربه اسيد، بنقدر نزرع بقلبها بتعطينا انتاج احسن. نعم، اهلا فيكي. كمان مداخله. الو الو بونجور. بونجور. انا مريم الحام. اهلا. وانا بس هيدا معايده، ينعاد على كل ام بلبنان وخصوصا امي، وينعاد عليك ست سيدي وعلى ضيوفك. اهلا فيكي مريم، بالصحة يا رب. اي شتلة هيك بتحبي انت على عيد الام تنهدي؟ انهدى حيالة زهري زهرة، وخصوصا من عند بيت الزراعة كتير حلوين. اوكي يلا على شتلتك لك وردي وجردينيا مدام، تكرم عيني. يلا اهلا وسهلا فيك ماري. يلا اكيد يعني بالقربين كمان، ها زهرة وجردينيا. اهلا فيك كمان. اتصال. يلا بتاخدوا مروان. تفضل. بونجور، نحن عم نسمع. بونجور مدام. اهلا. بدي عند الانتوريوم. انتوريوم نعم. حرف الورق توريثهم عم يبس. صحيح.
بس يبس طرف الورق الانطوريوم هي عبارة عن كترة مي. الانطوريوم اذا عندك فكرة هي شتلة داخلية فينا نسقيها مرة بالشهر. اذا عم تسقيها كل جمعة مرة او كل جمعتين مرة بنكون كتير عم نكتر، خاصة بفصل الشتاء. بالصيفية فينا نقرب على 10 ايام، بس اكيد بالصيف عنا شهر شهر ونص فينا نحط الانطوريوم بدون سقي، يعني نسقيها سقوي منيحة وبتضاين شهر للشهر ونص بدون مي، بس تعمل ورقتها هيك هيدي عبارة عن كترة مي. مدام بس هلا انا بتركها برا كرمال ما تكون داسنة عليها كتير جوا، هلا بالشتاء افضل ولا الافضل حتى جوا؟ خليها جوا محل نور بس بعديها عن مصادر الدفى، يعني عن شوفاج، عن مروحة، عن عفوا دفاية، عن يعني اي شيء مصدر سخن من بعد عنا، بدها محل نور وما بيأثر جوا. هي اصلا بتحب الدفى ما بتحب السقع. مدام قبل ما تسكري الاسم مايا معي. مايا العيلة صالح. مايا صالح اهلا وسهلا فيكي، بنعد عليك يا مايا. كمان اتصال. الو 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 بونجور بونجور. سؤالي هو بلبنان في يزرع الورد يعني الورود والازهار طريقه يستغني عن الاستيراد؟ عشان سمعت مره بنستورد 150 مليون دولار سنويا، وهلا في ناس يقولوا لي يمكن مثلا اعياد، في اعياد بالشتاء فينا ننقلها، مثلا عيد الام هو 21 ازهار، ولكن دول العالم بغير يوم بيحتفلوا مثلا بالولايات المتحده. يعني نحن ما عندنا مشكله كل يوم عيدونا، ما عندنا مشكله. ايه لا مشان ما نستورد يعني. شو الاسم؟ انا قلي لي مستمع قديم لا ما بدنا نعرف اسمك لانه اسمك كمان بده ينزل معنا لنربحك. ايه مشان هديه اذا ربحت اجدد موظف صوت لبنان يعني اجدد. طيب رح نعطيها طيب نحن منا لحالنا اذا بحب اهلا فيك. اللي عم بيقولوا الاستاذ معه حق 100%، بس في عنا كتير ناس عم تنتج بلبنان يمكن ما عنده فكرة، وهالإنتاج عم بيكون كتير حلو. هالورد أكيد هذا جاي من برا، هدول الروزير الصغار بيشتغلوا عليهم أكتر، بس عنا كميات هيلة من الورد عم بتكون من برا من لبنان عم تنزرع، ومثل ما بتعرف نقدر نقص الوردة بنعملها بوتيراج، بنعملها عكر ومنشكون مثل ما كانوا أجدادنا يعملوا. هلأ عم ينعملوا بطريقة ببيوت نايلون بطريقة كتير حديثة، والإنتاج عم بيكون كتير كبير. وألوان وخف الاستيراد من برا، بس الألوان إذا عم نلعب بجان أو بعد ما عنا يمكن المختبرات الكافية تقدر تعمل تطلع ألوان جديدة، بس الألوان اللي عم تطلع عنا كتير حلوة. كمان اتصال. ألو يعطيك العافية. أهلا. ممكن نسأل المهندس إذا بالنسبة للأبوكا أمتى من زرع هذا؟ أوكي. الأفوكا أي وقت من السنة فيك تزرعه، إذا عم تعمل استصلاح أراضي عم تزرع مشروع أو بجنيني. لا بدي أزرع قدام البيت، بدي أزرع لي شي شجرة. أي وقت على المنطقة تحت السبعمية؟ عند 750 950 750 اهم شيء ما يجي عليه قشر الثلج. 750 ما رح تعمل قشر الثلج. اي وقت من السنه فيك تزرع، بس شرط بدك تعمل حفره 50 ب 50 ب 50 وتعمل خلطه اللي حكيتها قبل شوي اللي هي تلت بتلت بتلت تور وسماد عضوي وتراب، بتحط نصها على 25 سنتي ولا بنحط شكلي عفوا بزري ولا شاتلي منحط؟ بزري أو شاتلي. إذا زرعت بزري بدك تزرعها بحوض على جنب، بعدين تسقطها بالأرض وبعد ثلاث سنين بدك تطعمها. أحسن جيب شاتلي خالصة، ودائما الأفوكا بده يكونوا أكثر من شاتلي، لأنه الزهور هني أنثى وذكر، بس تفتح زهور الأنثى بتسكر الذكر والعكس صحيح. عشان يعني هيك لازم تحط شجرتين بوش بعضهم تيصير في عندك أبطال قيح. أهلا فيك، شو الاسم؟ نسيم جابر. نسيم جابر. اوكي اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. قدامي اوردي. الو بونجور. بونجور، مين عاد عليك ست سيدي؟ وعليك كل موظفين سيد صوت لبنان. شكرا. مين معي؟ نوال ابو غزاله. اهلا وسهلا يا نوال. استاذ مروان تحيه كبيره لك، انا دائما بحضرك وكثير بحب كل اللي يعني بحس حالي معك بين اللبستين اللي بتكون فيها. الله يخليك. واي شط اللي بتحبي؟ ما بهم كله ذوق شو ما كان. لا انا مثلا في سيدات بحبوا الورد بحبوا شكلها، في ناس بحبوا الجردينيا، يعني بتختلف الاسواق. رح نعطيها كمية وحده ورد وحده جردينيا. شو ما رح نوصل، رح نوصل اكثر من 40. اهلا وسهلا فيكي نوال. كمان اتصال. يلا بذكركم اتصالاتكم على ارقامنا 01-325-36-76-011-03 او 05، وايضا بتقدروا تتصلوا فقط يعني ما تبعتوا مسج، فقط اتصالات على الواتساب على 76-611-01. تستفيدوا اكيد من كل المعلومات يلي عنده اياها ضيفي الخبير الزراعي مروان حيدر باي موضوع، واكيد منعيدكم بنفس الوقت. في اتصالات. يا ناخذ اتصالات. الو الو اهلا
يعطيكم العافيه، اهلا وعيد فيك. الامهات ان شاء الله يمر عليكم بالف خير يا رب. وعليك يا رب. مين معي؟ معك فادي غصن. فادي غصن، تفضل يا فادي، عندك اي سؤال لمروان؟ اكيد عندي. انا شتت الجاردينيا بصراحه، بس تزهر ونقطف نحن هيدا الزهر، عم تدبل، عم بيصير في عندها يا من. في المن فينا نعالجه على الجاردينيا، بيجي من القطني اللي هي الكوشني فارينوز. المن القطني بيمتص العصارة، بياخد الجلوكوز والفركتوز والبروتيين، بيخلي البروتيين بجسمه وبيفرز الجلوكوز والفركتوز، بيصير عندك دبق على الجاردينيا. هلأ إذا عندك التريبس بقلب الحبة هيدي ما بتأثر عليها، ما بتتعب منها الجاردينيا، بس إذا حدا عم بيشمها مع قطفة الحشرة وتزعجه، بس إنه بس المن بيقدر يرشه كل جمعة مرة على 3 4 مرات، هيدا بيعمل ذبول، العطش بيعمل ذبول، وكثرة المي بيعمل ذبول بالورق. هو 3 أشياء إذا بتتجنبهم ترجع الجاردينيا. أهلا وسهلا فيك فادي، كمان اتصال. يعطيك العافية. ميرسي. كمان اتصال. ألو. 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 أهلا. اسمعونا من التليفون. أنت على الهواء، تفضل. مين معي؟ معك نزار بوعلي. أهلا نزار، شو العيلة؟ بوعلي. أوكي أهلا فيك نزار، عندك سؤال لمروان؟ الله يسلمك، ينادي عليك أول شيء. أنا عندي جاردينيا كل سنة بجدد شغلة جاردينيا وفيه، بس فبحاول أحط لها أدوية كل شيء بنزل لصيدلية زراعية بس ما في فايدة. لا في شيء حل ممكن يكون في شيء؟ نعم طبعا. نعم في شغلة، إذا عم بينحط بحوض ما له مهاريب بصير فيها عفنية على مستوى الجذور وبتموت. إذا بيجي عليها من مثل ما ذكرنا بقفل ورقة وما عم ننتبه له بتقدر تموت. وكمان إذا يعني محل ما هي محطوطة منها مزبوطة كتير، يعني إذا عليها كتير ضوء خفيف مش نور قوي، ضوء خفيف بتموت. كمان اتصال. ألو. ألو بونجور. أهلا. معك ماري عبد الأحد. أهلا وسهلا فيكي ماري، ليش زعلانة؟ لا مش زعلانة. هيك حسيت صوتك زعلان اليوم. لا مش زعلانة، بالعكس مبسوطة ببرنامجكم كتير لأنه بحب الزراعة. حلو. يلا ماري، عندك أي سؤال لمروان؟ أي أنا عندي عريشة عمرها بحدود 10 سنين. نعم. جبتها صغيرة، شلح صغير وكبرت، إذا بتفتح الواتساب بتشوف صورتها، صار عمرها بحدود 10 سنين بس ولا مرة حملت، مع أنه بتحمل كذا فوج ورق وما بتحمل العنب. بقدر أعرف شو السبب؟ محلها شمس؟ محلها شمس ماري؟ شمس وكتير شمس قوية. بدها تروح على التطعيم. بدها تروح على التطعيم. أوكي. بدك الطعمي لأنه خلص بتكون عريشة نوعيتها ما بتعطي، بتاخدي طعم وبالطعمية بتصير تعطيكي جزعة هلأ منيح للتطعيم، ما في مشكلة أبدا. أهلا وسهلا فيكي مارين، عاد عليكي كمان اتصال. ألو. بونجور. بدك تخفي صوت الراديو حدك. بونجور. ينعاد عليكم على كل أمهات لبنان. وعليك يا رب. مين معي؟ ألو. مين معي؟ معك منير طعمي. منير؟ منير طعمي. أهلا وسهلا يا منير. طعمي. بدي أسألك على شتة البندورة والخيار، هل كيف تنزرع وغيب بدها شمس او بدها شمس؟ صح، البندوره، الخيار، الباذنجان، كل هالزراعات بدهم شمس. فيك تاخذهم شتول مزروعين خالصين، وفيك تاخذهم بذور وتعملهم عندك. اذا اخذت بذره الخيار حط كل بذرتين بقلبه بس يكبروا وبتنقلهم على الارض. البندوره بدك تعملهم بمشتل صغير، يعني صينيه صغيره بترشهم وبتصي عليهم مي حتى تصير الشتله بال 10 12 سم، بتنقلها على الارض وهيك بيكون عم تعمل. وبعدين الشتله والشتله بتحط بين ال 40 وال 50 سم لما ندروا بحساب انه الحجم الشطور اللي رح يكبر. ودائما نقي بذور مؤصله تما يروح موسمك على الفاضي وتعبين، يعني نقي بذور مؤصله لحتى تعطيك انتاج. نعم كمان اتصال. الو. مرحبا. اهلا. بونجور. كيفك مدام سيدي؟ الحمد لله. معك طانوس كريدي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي، طول عمرك. شو أنا في والله شعر اليوم ولا في شعر ولا بلا شعر؟ هلا اني الشعر موجود اي سهل كان. ينعاد عليكم طول عمرك. انا عم تلفي انت مش ينقل لك ينعاد عليك ويخلي لك عائلتك، وعم تعيل الاستاذ كمان.
تسلم تسلم. خلي لك عائلتك. وخلي لك عائلتك كمان. وبدي أسأله عنده ورد تيج العائلة على الأرض. موجود. في. موجود. صح. في. يا. خلص. أي أهلا. أهلا وسهلا فيك كمان، نعاد عليك بالصحة وعلى أكيد عائلتك بهنهار الحلو. بعد في كتير اتصالات يعني ما رح بعتقد أسألك أسئلة خاصة بموضوع الجاردينيا، في اتصالات بدي أقول على الواتساب فقط، واتساب اتصال مش يعني بعرف أكيد هلأ عم تبعتوا كتير مسجز بس ما رح نقدر ناخدهم، فقط اتصال على أرقام الواتساب على 76 611 01. وكمان بهيدا نهار يعني عيد الأم، أنت ببيت الزراعة عمل هيك أوفر حلو. صحيح. للأمهات. صح. وكلهم بلشنا من امبارح. بلشنا من امبارح وعملنا كتير أسعار حلوة على الشطول، ومثل ما نعرف مش أول مرة بيت الزراعة بيعمل هيك يعني، فقد ما فينا عم يكون بمناسبة الأعياد ما تكون الأسعار عالية، تكون أوطى من ما لازم تكون تالناس تكون مبسوطة. وهيدا الشيء بيعانوا منه يعني، كنا كل سنة بنسمعه أنه مثل ما عم بيقول يعني، كنت عاني منه قبل ما أنا بلش، فهلأ بعملها لحتى غيري ينبسط. حلو كتير. بيت الزراعة أنطلياس. وبرجع بكرر أنه الأشخاص هلأ مروان مقدم 40، كل يعني 40 شخص رح يربح اليوم، على ما يبدو أنه رح نربح الكل تقريبا اللي اتصلوا فينا. وبعدنا عم ناخد اتصالاتكم، لو فقط بس معايدات كمان هيك بدنا نرجع نقول شتلة جاردينيا أو شتلة ورد مع الفيتامينات طبعا. مع الفيتامينات. بدي أقول شغلة على الجاردينيا لأنه كلنا بنحب الجاردينيا بلبنان، وكنا من زمان نشوف أهالينا مجامع الحليب القديمة كانوا يبخشون ويحطوا فيها تراب، يعملوا فيهم مهار بحطوا فيها تراب، يحطوا الجاردينيا الورد الفل، هول الشطول يلي هني إذا بنعتبرون من أساس موجود يعني من أساسنا بلبنان، كانوا يحطون الوردة والفلة والجاردينيا. الجاردينيا ما بتحب الأرض اللي فيها كالكار، فمشان هيك نحنا من فترة لفترة بنحط الحديد. الحديد بيساعدها أنه تمتص الغازيات من التربة وضل على ورقة لون أخضر ما يروح على اللون الأصفر. هلا أوقات كتير فينا نعمل شغلة هيك عنا ببيتنا، هيني بنجيب ملعقة حامض الليمون بثلاثة أربعة لتر مي، كل 15-20 يوم بنمرق لها سقوة فيها، بس ملعقة صغيرة مش كمية كبيرة، بتروح كمية كبيرة بتروح الكالكار الموجود، بترجع بتصير الجذور تمتص. يعني لما انه قادر يروح يجيب حديد او مشوار عليه يعمل هالطريقة بيلاقي طريقة بيلاقيها منيحة. هلا الحشرة التريبس بيجي بقلب الزهرة، بس تتفتح بتضلها تحوم عليها، هيدي ما بتأذيها للجاردينيا، بس ما في دواء لها يعني، ما يروحوا على صيدلية زراعية يطلبوا دواء ويجربوا بالأدوية ويدفعوا مصاري، ما في دواء ولا إلا شو مرشين. خلينا ناخذ الاتصالات. مروان ألو. ألو بونجور. أهلا. ينعاد عليكم. شكرا. أنا بدي أسأل الأستاذ مروان، كان في عندنا الورد عليه من صدفي وأمنا السيناه على الآخر، بيمشي الحيل بهاي الطريقة، وشو لازم نعمل له كرمال ينبت من جديد؟ معك حنا جرجس. أهلا وسهلا فيك أستاذ حنا. أستاذ حنا اللي عم تعمله كتير مزبوط، بدك تشحل طريقة تشحيل الشتوي، الأغصان اللي وقعوا البقية إذا ما بدك تقصهم تعمل منهم عكل وتطلع منهم ورد، بدك تشيلهم محل بعيد، يعني تكبهم بمحل بعيد أو تحرقهم، بدنا ننتبه على الحريق أكيد، بدنا نريش من بعدها جنزارة وزيت. جنزارة والزيت بيقتل البيوض الموجودة على العود، يعني بيعمل ميسكوزيتي معينة، بيعمل لزاجة معينة، بس ينخلطوا مع بعضهم الجنزارة هو دواء فطري، والزيت فينا نستعملها مادة لاز أو نشرة، وبزيت الوقت بتعمل هاللزاجة تقتل البيوض الموجودة، بيصير تفقيس الحشرات بأول الربيع أخف بكتير. هاي طريقة كتير مزبوطة، بس دايما بدك تساعد الورد، بدك تحط له سماد عضوي من شهر 11 أو شهر 12، وترجع تعطيه كيماوي متوازي اللي هو 12-12-17 أو 20-20-20. 12-12-17 بتحطه بأول الربيع يعني مثل هلأ فيك تحطه، وال20-20-20 فيك تحطه بعد شهر ونص من هلأ، طيعتي بوش وترجع تقلع الشتلة عندك. بسم الله عليهم. كل المستمعين والمشاهدين عندهم أسئلة بالزراعة، مش بس عم بيدقوا لحتى يعيدونا ونعيد. لازم نرجع على الزراعة. حلو. ألو ألو ألو. أهلا. بونجور. بونجور. معك دولوريس بارودي. أهلا وسهلا فيك دولوريس، ينعاد عليك. وعليك وعليك، أنا دايما مستمعة دايما لألكم. أهلا فيك. من الصبح.
أول شيء بدي أسأله لمسي مروان، أنا بحب كتير الشتول الخضراء وبالبيت عندي ما في عندي بلكون لحط عليها، بدي شيء يحطه بالصالون يعطي هيك خضار بقلب البيت، بس ما بعرف ما بعيشوا عندي، فكيف بدي أعمل؟ نعم. لا فيك، عندك شتلة اسمها أريكا، الأريكا بتعيش، بدك بس نور، يعني ما هو ما تكون مسكرة البرادة ومطفي الضوء على طول، بدنا نور لقلها وبتعطي حجم كتير حلو، بنقي الحجم اللي بدك اياه، حجمه كتير حلو. فيك تروحي على درسينا تتحمل عتم شوي، في اصناف تانية كتير بس هو اكتر اثنين، اذا ما عندك وقت للاهتمام وما عندك نور كتير كتير قوي بيقدروا يقطعوا. نعم. اهلا فيك دولوريس، كمان اتصال. الو الو، اهلا بونجور. هدى طنوس معي. اهلا فيك هدى، ينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. وعليك يا رب كمان. بدي أسأله عن إركودية عندي إياها، كيف بدي أسقيها وكيف بدي أعمل لعملي معروف؟ أهلا وسهلا يا هدى. الأركودية مدام في إلها الحوض تبعها شفاف، بتطلعي على الجذور تبعولة وعلى الجذور اللي طالعة منها، يعني الجذور بتشوفيه لونه أخضر، إذا لونه أخضر على لون الورقة بدك تاخذي دائما لون الورقة مع لون الجذور، إذا لونه أخضر على لون الورقة ما بنسقي، إذا راح على لون الجري على لون الرمادي صرنا لازم نسقي، بس بدنا نسقي بنجيب حوض مي، يعني جات مي، بنسقطها 10 دقايق وبنشيلها، بس نلاقي الجذور صار لونها على لون الورق ساعتها بتكون الأوركيدية شبعت مي، بتخليها على جنب، ودائما دائما الأوركيدية بنشوفها دائما على بو على الحوض تبعها هو شفاف، دائما بدنا نراقب الجذور، الجذور راحت على لون الجري يعني صار لازم سقاية، طلع لونها بعده أخضر بيكون ما بدها سقاية، لأنه نحن بنزرعها بالخشب ما بنزرعها بالتراب. ألو؟ ألو؟ مرحبا. أهلا؟ ينعاد عليك مدام سيدة. وعليك يا رب. بدي اسال الاستاذ مروان سؤال. مين معي قبل ما تاخده مروان؟ معك محمد زرائد. اهلا محمد العيلي زرائد. زرائد اهلا وسهلا فيك يا محمد. اهلا فيك. مين بدك تهدي الشتله؟ بدي هديها لمرتي. ايه ايه ليش لا، شتلتين. هلا لك قلت لزوجتك بدي يديك شتلتين. يلا يا محمد شو عندك سؤال مروان؟ استاذ مروان يعطيك العافيه، بس سؤال، انا اجاني شتله الوفيرا زرعتها بس ما عاشت، مع انه حطيت لها الرمل الخصوصي مع فيتامين بي بو وكنت ساكل 4 ايام بس ما عاشت، شو السبب؟ اول شيء الالوي هي 90% هي مي، يعني هي بلانت سيكولانت يلي هي اكثر، يعني بنضرب حسابها من 80 ل 90% الهيكل تبعها هو مي، فمشان هيك بس نزرعها بدنا نسقيها كل 10 ايام، كل 4 ايام كتير، يعني عم نكتر لها مي، اكيد عملت لون بني بعدين عملت زبول وبعدين راحت، فمشان هيك بدنا نخفف لها مي، اول شيء بنحضر التربه مزبوط، بنسقي التربه مي بكميه كبيره، بنزرعها وبننطرها جمعه 10 ايام ما بنسقي، بعدين دائما الفود وطي للتربه، بدنا نشك اصبعنا بالتربه بنحط، اذا ما في رطوبه بنسقي، اذا في رطوبه ما بنقرب مي عليها ابدا، خاصه الالوي وكل شيء بلانت سكولانت يلي النباتات العصريه يلي اكثر هيكلها هو من المي مقلف. نعم اهلا وسهلا فيك محمد. هي بتعيش بالفاي؟ نعم. بس سؤال، بتعيش بالفاي؟ تمشي بالفاي ما في مشكله. اهلا فيك. تمشي بالشخص. اوكي ميرسي، ينعاد عليكم. وعليك كمان اتصال. الو الو، اهلا مدام. بونجور. اهلا فيك. سميره معي. سميرة. ينعاد على كل الماميات والعائله يا سميره. سميره معلوف. سميرة بتحب الشتول؟ كتير. زارعة هيك حوالى البيت حوالى البيت؟ زارعة شيء ما بده كتير عناية، لأنه شيء بده عناية ما بلاقي غير بروح بفل. عندك سؤال لمروان؟ اجي عبالي أنا جيب شتلة حامض، يعني حامض مثل ازرعة وعنا اشطيحة. نعم. هاي بدها كتير عناية ولا الشمس والبرد وكذا بيمشي؟ قدي علو منطقتك حضرتك من زحلة؟ ايه نعم. بزحلة ما بتمشي ساعة، يعني بديك لا هلا لا هلا ساكنة بالفنار، بس بالفنار بتطلع. بتطلع لأن أشي ساعة وهيك ومعلوف أنا بالفنار بتطلع، وهلا رح تعيد لك اسمك مدام سيدي وبتاخذي من عندي شتلة حامض هدية مع البو تبع مع ترابيتها ومع فيتاميناتها، ومن إليك تهتمي فيها، بس إنه بدك تسقيها بالجمعة مرتين، يعني
فهلا بتعيد لك اسمك مدام سيدي واهلا وسهلا فيك. وهي شتله حامض كمان يعني كان لازم كل حدا ينقي شو بحب يعني على ما يبدو. ميرسي كثير مروان اكيد هالجست الحلوه منك لمشاهدي ومستمعي صوت لبنان. كمان بدي تابع. الو. ايه الو بونجور. بونجور مدام سيدي. اهلا ينعاد عليك. وعليك يا رب. انا سميتي كمان سيدة. شو العائله؟ سيدي كفوري. اهلا وسهلا فيك سميتي. بدي اساله لا في واسطه سميتي شو تفضلي سيدي. بدي اساله لمسيو مروان انه الورده ضروري نضلنا نحط لها سمي يعني اسمده؟ لا بال بكل الصيفيه بنحط لها مرتين فينا نوصل لثلاث مرات وبالشتوية إجباري نحط لها سماد عضوي لتدفي للشلش لأنه سماد العضوي بيعمل بكتيريا بالأرض بدفي الشلش بحمي الشلش والورد شو ما عطيناه دفى شو ما عطى أول الربيع أحسن بس بالموسم كله بنحط بس ثلاث مرات. نعم أهلا وسهلا فيك سميتي. كمان اتصال ومعايدة جديدة للأم. ألو. ألو. أهلا. ألو. أهلا. كون وين كون عم نسمعك بوضوح. شكرا. مين معي؟ الياس بوسيك. الياس بوسيك اهلا وسهلا فيك الياس. بتحب الزراعه؟ اكيد عم بحكيك من مزار سيدة لبنان خريصة. او مقبول يا رب وضويلنا شمعة على نية كل امهات لبنان. على راسي. عندك سؤال؟ بس حبيت مشكرك الياس وكمان منقدر كتير اكيد يشرفنا ايه اكيد رح على ما يبدو رح نربح كل اللي اتصلوا فينا. يلا كمان اتصال. الو. اهلا. مرحبا. تفضل. مين معنا؟ ينعاد عليك ست سيدي عماد عساف معك. اهلا وسهلا فيك عماد. الله يسلمك وينعاد على الاستاذ مروان كمان. ثانك يو. شكرا. خلي لك عائلتك. الله يسلمك. بدي اسالك بليز انا في عندي على البلكون حواض حاططهم على الدرابزين وبزرع فيهم بحب هذه البلوله الخبيزه. نعم جيرانو. ايه هلا ما بعرف بس الشتويه اللي اجت كثير مضرورين وراء صفر وما عادوا نشيطين مثل الاول وراء الخضراء وهالحلاوه اللي فيهم شو بدي اعمل؟ صحيح لازم بموسم السقعه يلي هو ببلش بشهر 11-12 نحط لهم سماد عضوي. عم نكرر على سماد العضوي لانه كثير مهم يعني لازم ينحط للشتل بغذيه صح وبدهم يتشحلوا يعني عند حضرتك منهم مشحلين تيعملوا هيك يعني ما شحلتهم لازم تشحلون واول هلا هالفتره بتحط لهم كيماوي يلي هو او العشينات كيماوي العشينات يلي فيه 20% بوتاس و20% فوسفات و20% نيترات وهيك بيكون اعطيته كيماوي متوازي بيكون فيه كمان مغنيسيوم ومنغنيز فير وبور فبتكون اعطيتهم الفوش اللازم لقلون الدفع اللازم لقلون بتلاقيهم كلهم رجعوا مشي حالهم واكيد ما لازم تعطشهم قوات كتير بالشتوية نحن بننسى نصي بكونوا على البلكون بس ما يلت جوا بحطي بالشلش لازم نمرق بقطع 4-5 ايام شوب لازم نمرق لهم سقوط مي فاهم شيء تحطون شوية كيماوي والتشحيل تبعهم يكون بشهر 12 لحتى ترجع الشتلة يمشي حالها. كمان اتصال. الو. 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 الو بونجور. بونجور. الو بونجور. هي ابراهيم عم بحكيك. ايمان ابراهيم ليش مستعجله يا ايمان طولي بالك. قبل ما يقطع. هيام. هيام اهلا وسهلا فيك. لانه كنت وطي الراديو. ايه تنسمعك بوضوح. ينعاد عليك يا هيام. وعليك مدام بدي عيد كل الامات. وان شاء الله يكون عيد مبارك. بتحب الورد والشتل. ما هيك؟ بحب كثير. يعني قليل ما بشوف ولا سيد ما بتحب الورود والشتل ما بشوف هذا طبيعي اي شو حلو هني احلى ورده على كل حال يلا هيام شو سؤالك لمروان يلا بدي اساله منروح على محل الزهور بيكون عندهم الاورتانسيا كذا لون منجيبها ترجع السنه الجايه اذا فرخت بتزهر بترجع بتفرخ نفس لون الزهر بس بيروح اللون الازرق مثلا ولا الابيض شو السبب هو لانه ما في لون ازرق هو في ابيض وزهر وشو الازرق بنحطوا لهم بودر معينه بالشلش وقت اللي بتكون عم بلش تزهر بتزهر الزهره سنه الجايه بترجع على اللون الاساسي تبعها هي طبيعيه هيك بنعمل يعني مش انه غلط فدائما بدهم يرجعوا على اللون الاساسي رجعي على الاصلي احسن شيء يا هيام صح
منضل على الأصلي. خليكي على الأصلي. حطينيها بال... وإذا حطينيها بالأرض هيك و... وما فرخت. لا يعني أنت من البيت تعملي حفرة مظبوطة تحضري لها إياها تحطيها، بدها تكون محل في الأورتانسيا بتروح على الفي أكتر من الشمس، ومناطق جبل أكتر من الساحل، يعني 700-800 متر وطلوع الأورتانسيا بتحبها مسقعة، وبس شتوية بدك تشحليها، بتشحليها وبترجع بتطرد عليها. ما هي دجاج بتعرب بتتعرب الشتي، ما بيضل فيها شيء ورا. إيه بدك تشحليها يعني ما يضل العود لحاله، بتطلع كتير بطيئة وتعبينة، بتشحليها تترجع الموية تتوزع على أغصان الجديدة مش على الأغصان تبع سنة الماضي. أهلا وسهلا فيك. معلش مع 300 متر منيح الارتفاع؟ على القد. على القد. أهلا وسهلا فيك، بدي أخذ آخر اتصالين. يا ألو. ألو. أهلا. مرحبا. تفضل مين معنا؟ مهدي أبو زيد. مهدي أهلا فيك. أنا أول مرة بشارك بالبرنامج بسمعكم على طول. أهلا وسهلا فيك. سؤالي لسيد مروان. تفضل. الحامض اللي بتعطي شهري هيدي مظبوط كل شهر بتعطي حامض ولا حكي بس؟ لا هي هي بس نقول شهري، يعني بتكون بتحمل على مدار السنة، يعني بتقدر تشوف على الشجرة. لا تفاح بتشوف على الشجرة زهرة بعدين حبة بعدين بنقطفها بعدين بهر ورقة وخلصت، والسفرجل والمشموش وهالأصناف هدول، بينما الحامض في يكون عليها حبة وزهرة وحب كبيرة وحب صغيرة، فمشان هيك نحن بنسميها شهري، بس أكيد بالسنة بتوقف تقريبا شهر شهر ونص، توصل لثلاث شهور بتوقف أعطي يعني، بس نحن لأنه الحامضة وقت فينا نتركها على الشجرة شهرين ونص ثلاث شهور بدون ما نقطفها فما بتهر، مشان هيك بسموها شهري لأنه على مدار السنة بنضل نلاقي فيها حبوب، بس هي أكيد بترتاح فترة شهر ونص لثلاث شهور بدون ما تكون حامل. آخر اتصال. ألو. ألو. أهلا فيك مدام. معك ميري، يسعد لي صباحي. ميري العيلة. جرجور. جرجور؟ ايه جرجور. اهلا فيك يا ميري. يا حبيبتي اول شيء نعاد عليك، وبدي عيد كمان كل امهات العاملات بصوت لبنان. شكرا. وبدي كثير خص بالذكر حبيبة قلبي فاتي. ايه اكيد اكيد. وبدي كمان عيد كل اكيد امهات لبنان يلي مثلي مسافرين اولادهم، الله يساعدنا. ماشي الحال اليوم وجود صوت لبنان ما حسينا ابدا انه اولادنا بالغربه. ان شاء الله يا ماري هيك بتشوفي اولادك قريبا حدك، او انت تروحي لعندهم وتكوني حدهم، ان شاء الله بتتحقق هالامنيه وهال. اهلا وسهلا فيكي ماري، وينعاد عليك بالصحه يا رب. مروان رجعنا، بدنا نختم. كل الأشخاص اللي اتصلوا بيقطعوا ياخدوا هدايهم. لوين بدهم يقطعوا؟ على بيت الزراعة بأنطلياس، عنوان واحد ما في غيرنا، بيت الزراعة بأنطلياس. احنا كل شيء أدوية زراعية وبذور وترمبات، وأكيد بيجوا على قسم المشتل، يعني زورنا احنا ثلاثة أقسام وبيشرفونا، وأهلا وسهلا فيهم، وإن شاء الله يكون تعامل يحبوه لأنه دون بيض وجهنا مع صوت لبنان دون شك. فإذا مبروك لكل يلي اتصلوا فينا اليوم، أحلى هدية لأحلى أم بالدنيا، شتلة جاردينيا أو ورد اعتنوا فيها قد ما فيكن مع الفيتامينات تبعها، اعتنوا فيها قد ما فيكن، وخليها هيك تزهر بقلب كل حدا وببيت كل حدا فينا. أنا بدي أشكرك عن جديد. أنا رح زيد شغلي بعد شو؟ لأنه عبدقوا على صوت لبنان وشفت قدي بحبوكن. القسم الزراعة يلي عم بيتقدموا الشتلات، تاني قسم الموني بيقدروا ياخدوا أي منتج موني بخصم 30% كمان، يعني بعد والله مرة عملها هالمرة عملتها، فأي شيء بنقوه وسعره عليه بياخدوا عليه 30% يكونوا جايين، بس شرط مع الليستا من صوت لبنان. أكيد هلأ نحن رح نعطيك إياها. مبروك للكل ومرسي على محبتك مروان لصوت لبنان ولمستمعي ومشاهدي صوت لبنان، ينعاد عليكم، حبينا هيك نعيدكم بهالجست الحلوة. إن شاء الله كل أيامكم كل الأمهات بتكون ورد، لأنه أنتو العطر الحلو بهالدنيا. بشكرك الخبير الزراعي. بدي عيد زوجتي أكيد صوفي دكتورة الحقيقة، وبدي عيد حماتي كمان منعيدها، واختي اللي هي مربيتنا نهاد حيدر، بوجه لها تحيه كبيره. خلي لك اياهم ويضلوا بصحتهم يا رب. وبشكر الاصدقاء المشاهدين والمستمعين، برجع بذكركم كل يلي اليوم اتصلوا فينا رح يربحوا معكم اسبوع واحد لتستلموا الشتول، ومثل ما قال مروان كمان متوابعه من بيت الزراعه بأنطلياس. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم. على الموت
نعشي السواد.